رايك في اميمه؟ اميمه تعاملت معها شحال هذه يعني في البدايات ديالي في انستغرام يعني كنت كندير مكياج شحال هذه ولكن فاش بديت حليت لاباج انستغرام اول شوتينغ باش نخدمه باش غادي نبوستي التصاور بوستي ديال حتى انا كنت يلاه خديت اللقب بديت اللقب هي ديك الساعه في 2018 وكنتوا فانز زوين على بعضياتكم وشو دابا تبقى تلاقينا خدمت معاها كان عندي ديك الساعه يعني هي تقول لكم راه 2018 راه كنت احنا ما بغيناش داكشي اللي خدمتي معاها زعما كيفاش جاك المكياج ديالها اليوم اليوم ما بحالش انا اللي صوبت ليها صوبات الراسه يعني زوين صافا يعني كاين شي بعد شي حاجات كيفاش صافا اخويا سيمون كيبان مع شويه يعني كاين الفرق بيناتهم يعني شو واحد عامر على الاخر يعني حيت هي ما قريتش على المجال الطبيعه ديالها لا هذا ديفو في حجباني عندي واني فاش صوبت لك انا راه قديتو والميك اب طالع